هل هناك شروط وضوابط إذا تحققت يصح للمرء أن يجلب فيها عاملة المنزل أو عاملا، وما هي؟ أما عاملة المنزل فقد ذكرنا أن الإنسان إن وجد بدا واستطاع إلى أن يكون في بيته وحده فهذا هو الأولى والأكمل والأفضل ولا شك. والجميع أظن أنني كل من لقيتهم يقولون بهذا الأمر، وأن وجود شخص أجنبي في البيت سبب لوقوع الحرج في أشياء كثيرة. أولا، إن كانت امرأة ما هي حدود التعامل؟ هذه امرأة ولها عورة معينة لا يجوز أن تظهر شعرها، يعني بعض أهل العلم يقولون ما اضطرت إليه مما قد يلزمها به العمل والخدمة، كأن يظهر شيء من الساعد أو أن يظهر شيء من الشعر يسير أو أن يظهر شيء من الخدم، يقولون هذا يحق لها، أو لا أقول ما أنها مضطرة لا تأثم به، ولكن لا يجوز للناظر أن ينظر، لأنها إن كانت مضطرة بسبب العمل فالناظر ما هو الذي يضطره إلى أن ينظر إليها؟ لا يجوز له، لا يجوز له أن ينظر إلى يديها، لا يجوز له أن ينظر إلى شعرها، لأنه يعد ناظرا إلى محرم. فضلا عن أن تكون هذه المرأة تذهب وتأتي في البيت وهي بكامل زينتها كما تفعل كثير من العاملات الآن، تنافس ربة البيت في التقرب من رب البيت أو من رب العمل، بل هنالك بسبب هذا الحال قد لا يكون الأمر شائعا، نعم لكنه وقع، هنالك حالات حصل فيها انفصال بين الزوجين وسعى الزوج إلى أن يتزوج العاملة بعد ذلك. ما السبب في هذا الأمر؟ مشكلات تصل، والنساء يأتين بعد ذلك تصر الواحدة منهن أول الأمر على أنه لا بد من عاملة ولا بد من أن تكون مواصفات وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تندم حينما تجد أن هذه العاملة تغزو قلب زوجها أكثر من غزوها هي. هذا الأمر واقع. إذن الضوابط الشرعية ما جاءت إلا لحفظ الأسرة مستقرة. فوجود امرأة أجنبية قد يضطر الإنسان فيه إلى أن يخلو بها، وهذا واقع. أين سيذهب الإنسان؟ أين سيخرج؟ مع أننا نقول إن الخلوة لا تجوز مع العاملة أو مع غيرها، كونها عاملة في البيت لا يسوغ أن يخلو الإنسان بها. بما يذكرونه عن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمة الله تعالى عليه أنه رجع البيت فوجد مملوكة، لم يجد عاملة أجير، وإنما وجد مملوكة لهم في بيتهم وحدها، فحينما علم بأنها وحدها في البيت خرج ولم يرجع إلى البيت إلا بعد أن جاء أهله. هذا في مملوكة، نحن الآن مع امرأة حرة يتعاقد معها فيبقى هو وإياها في البيت، فكله لا يجوز ولا يحل للإنسان الخلوة، النظر إلى المحرمات لا يجوز. وهكذا لا يجوز له أيضا أن يربي أولاده على التساهل في مثل هذا الأمر، على مضاحكتها والجلوس معها وعلى الخلوة بها ومصافحتها. أنت هؤلاء أولاد، نعم البنات لا حرج، مع اتحاد الجنس يجوز، يعني عند أهل المعاملات يجوز كل شيء، ولكن في مثل هذا الحال هنا عند اختلاف الجنس ذكر وأنثى لا يحق، أما عند اتحادهما بأن تكون امرأة معهن فالأمر فيه أهون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل بنفسه مع هذا الحال، لأن الذي يضمن نفسه هو إنسان مغرور، كما يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: لئن كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله. فمن يأمن مكر الله تعالى حينما تكون امرأة أجنبية أمامه تذهب وتأتي وهي غير مستترة؟ إذن مع الضرورة يباح، ولكن بوجود هذه الضوابط الشرعية، والله تعالى أعلم.